جري. كخبير استراتيجي تفتكر ليه خارطة الطريق اللي المفترض ان المؤسسة العسكرية تعلن عنها ليه ما حدش طلع بأي إعلان حتى الآن، وكان من المفترض ان هي تطلع تقريبا من ساعة تقريبا؟ لا ليه من ساعة؟ ليه لماذا حددتي ساعة؟ 48 ساعة كانت المفروض تخلص النهاردة، 4:30 5 توقيت القاهرة. يبقى معنى ذلك هذا هو التوقيت الذي انتهى فيه الإنذار، المهلة، مش عايز أقول إنذار، المهلة التي حددت لكل القوى السياسية أيا كانت إن هي تقعد مع بعض عشان تضع هي من نفسها بقى خريطة الطريق علشان تحل الأزمة. انتهت 48 ساعة ولم يفعل أحد شيئا. إذا أبدأ أنا كقوات مسلحة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالقوات المسلحة لتحط خريطة طريق، حتى لو كانت خريطة طريق ولي فعلا هتكون موجودة، لابد أقعد مع الرموز الوطنية والرموز زي ما طلع في الإعلان والرموز الدينية والشباب، إن أنا أقعد ونتناقش سويا في ما هي خارطة المستقبل بالنسبة لمصر، نتفق عليها. بعد أن نتفق ونتحاور عليها، لأن كان ممكن أحد يضيف أحد يلغي، المهم أن تحظى هذه الوثيقة اللي هي مستقبل مصر برضا وموافقة الجميع وجميع القوى السياسية. بعد أن يوافقوا عليها واتفقوا عليها أبدأ أعلن بقى هذه الوثيقة. وإلا لو كنت أنا أعلنتها بعد 48 ساعة مباشرة كأني بدأت أتصرف من قبل المهلة، كأن أنا اتصرفت قبل المهلة، يبقى أنا ما اديتش مهلة 48 ساعة. ده هذا يبقى كده أنا بعمل حاجة من نفسي. لا، قالت لي دخل بالسياسة ليس، ولكن الكل طوائف هي اللي تدير شؤون البلاد وانا اشرف عليها. ليه تشرف؟ لان هي اللي وضعت هذه الوثيقه وهي التي ستصدر هذه الوثيقه اللي هي السيناريو، معنى يبقى هي مسؤوله عنها، يبقى لابد ان ينفذ. تشرف على الكل ينفذ طبقا لما اتفقنا عليه، اشرف على التنفيذ، لان انا دلوقتي انا اللي اتكلمت وانا اللي اعلنت وانا اللي قلت الوثيقه، فاصبحت انا ملتزم بها وبالزم بها الاخرين. طب تفتكر